تعالوا شوف سواريش قال ايه على الاهلي رغم ان التجربه بتاعته كانت مدتها صغيره، ما كملش شهرين مع النادي الاهلي. سواريش صاحب ال 48 سنه وهو بيحلل الفتره اللي قعدها في الاهلي واسم الاهلي، قال الاهلي من الصعب ان يكون المشجع الاسباني العادي قادرا على وضع الاهلي على خريطه كره القدم، لكن في افريقيا يعتبر خصم مدريد اليوم. هو مؤسسه محترمه في مصر وتحظى باحترام كبير في الخارج. قال لسواريش ان الاهلي كيان يقاتل من اجل الالقاب كما يحدث في مدريد، حيث تؤدي اي سلسله صغيره من النتائج السلبيه الى حدوث ازمه تشعر بها جميع انحاء مصر. بعد الاهلي القاري هائل من حيث العظمه هو ريال مدريد الافريقي. بالتاكيد مستوى الدوري المصري ليس كمستوى الدوري الاسباني، ولكن سواريش قال ان الاهلي قوي للغايه بصفات مميزه ولا ينبغي ان يثق به مدريد حتى لو كان هو افضل نادي في العالم ولديه صفات افضل. يعني ممكن جدا تلاقي النهارده الاهلي بيلعب معاك مباراه وكانك بتلعب مباراه الكلاسيكو في اسبانيا ما بين الريال وبرشلونه. قال كمان لا احد ينظر الى الاهلي باستخفاف. سواريش قال الاهلي يا جماعه هو النادي صاحب المستوى المتميز في كاس العالم للانديه، عنده ميداليتين برونزيتين. انا هضيف عليه واقول له لا، هم ثلاث ميداليات برونزيه. وسيكون العامل البيئي لصالحه لان المباراه في المغرب والاهلي عنده عدد هائل من المعجبين، وهو احد اولئك القادرين على دفع كل اللاعبين من الداخل سواء من الخارج او في المدرج. جماهير الاهلي حماسيه جدا. في التشكيل تحدث سواريش وقال بيتم استخدام عاده خطه 4-3-3 بالاضافه الى وجود ثلاث لاعبين قلب الدفاع، عبد المنعم ولاعب خط الوسط المدافع اليو ديانج والجناح عبد القادر الذي فاجأني باعجاب، اعتقد انهم يمكنهم ان يلعبوا في اي مكان في اوروبا. اكد سواريش في نهايه حديثه ان الاهلي سيكون بمثابه عظمه وكبرياء سيضطر انشيلوتي الى كسرها. ان شاء الله باذن الله مش هيقدر، لكن هو بيتحدث على ان العظمه والكبرياء اللي فيها الاهلي محتاجه جهد كبير عشان تقدر تواجهها او تكسرها. قال كمان لن يتركوا لهم الكره ويكرسوا انفسهم للدفاع، بل ستكون مباراه كره قدم رائعه. يمكن دي كانت ابرز تصريحات سواريش